المصلحة بمفهومها الوضعي العلماني المعاصر في الأعم الأغلب تنطلق من الحقوق الطبيعية للأفراد أو تنطلق من تنظيم الحياة المادية للأفراد، هكذا عادة، وهي من ثم مصلحة دنيوية بحتة لا علاقة لها بالآخرة. هذا شيء يجب أن ندركه بالتحليل الفلسفي، لا علاقة لها بالما وراء، لا علاقة لها بالدين، الدين لا يشكل وجوده مصلحة أصلا، لا علاقة لها بالآخرة ولا بالغيب. أما المصلحة في الفكر الديني فهي مرتبطة بالروح أيضا، ومرتبطة بالمعنى بمعنى خاص لهذا الارتباط، ليس أي روح، ليس الروح التي يؤمن بها ما يسمى بالعرفان بدون الله، لا، بمعنى خاص للروح، بمعنى خاص للمعنى، بمعنى خاص للروحانية، للماورائية. المصلحة في الفكر الديني مرتبطة بالروح كما هي مرتبطة بالجسد، ومرتبطة بالروح بمعنى خاص هذه المرة، لا بأي معنى من معاني الارتباط بالروح. وبهذا تمتلك